الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اشرح صدورنا للإسلام وثبت أقدامنا حتى لا نكون من اللئام. لا نريد خيانتك يا ربنا، بل الصدق لك والوفاء لدينك أعز مما يتمناه الإنسان. نحن لا نتمنى إلا محبتك وإلا إرضاءك وإلا البعد عن غضبك وأليم عقابك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل العدوان أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هنا علماء الجيولوجيا والأنهار كذا يفهم الجزء ده من الآية خير فهم بالنسبة للبشرية، وربما مع الجن ربما عندهم علماء وكذلك في عدة تصنيفات. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، الآخر يتفجر الإكسبلوزيون. هنا يشقق بشوية بشوية فيخرج منه الماء ولو ينز. هكا تم الفلتراسيون دوب الله، شو رأيك قطرة ما خير من كنز. شوف ماذا يأتي من الحجارة من صور الإله علاقة متينة بالحياة. الآخرين هم ضد الحياة لمن خالفهم. راجل الكلب بتاع الولايات المتحدة يقول نفس اللغة، قال سنعاقب. شكون مش عاقب؟ يعاقب من مصر النظام الفاجر ذاك، يعاقبه لو ما يمشيش بإشارته هو وينصر الموقف الأمريكي في الأمم المتحدة سيعاقب. يمسك عليه كليعانة اللي قنبلة مسمومة بيزي أمبوزوني، واللي ما عندوش علاقة بيوم الصورة هذه عنده كيفاش يعاقب بالجوجسة بالتخريب بكل شيء، بالتعويق بالأسواق المالية وغير المالية. يعني عنده وسائل الترهيب بالأحسن. وبعد يدعوه اللي احنا إرهابيون، احنا إرهابيون، أما هذا كمش إرهاب. تجويع الشعوب وصناع المشاكل، أما بالحباس المطر ولا بالتسبب في الفيضانات الماحقة والانزلاقات كذلك المدمرة، هذا كله شكون يعمل به في الطليعة بل الصيون؟ وشكون أدوات التطبيق لهذا هذا التآمر على البشرية باش ما تحياش حياة كريمة؟ الكل بما فيهم الولايات المتحدة. واحنا سنرى إن شاء الله تعالى في القريب العاجل اللي هل الأميران الشريران الأميران الأميرين هذوما الشريرين مش هما مش يكونوا سبب انهيار كيان اللي أوصلهم إلى سدة الحكم، وسترونه في القريب العاجل. وقلنا الحماقة متاع اللي في الولايات المتحدة هو إنذار شؤم، يعني ستان باد أومن، يعني أموفي أوجور، أموفي زوجور بالنسبة لك للجماعة اللي اختاروه. خي تختاروا من غير ما تفهموا شنية سيرته، شنية حقيقته النفسية، شنية اتصاله بعالم السياسة الإيجابي، ولا عميد وسميت ولي عم يسمى يأكل على رأسه. وعلى في الإسلام اللي تحومك ما جنان لنفسه، هو جاهل قانون الله فيعاقب بقانون الله والسلام.